للمزيد حول حالة القمع والتهميش التي يعيشها أهالي محافظة ديالى من جانب الحكومة في بغداد وميليشياتها، ينضم إلينا الدكتور نمير الخياط الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية عبر سكايب من لندن. دكتور نمير، بداية مرحبا بك. الوضع الأمني في محافظة ديالى يتفاقم في ظل تنوع العمليات المسلحة، رغم تأكيد مصادر أمنية أن التفجيرات والاغتيالات ليست من صنع تنظيم الدولة. يعني إذا كانت الميليشيات هي من تمسك الأرض في المحافظة منذ 3 سنوات وأكثر، من المسؤول برأيك عن عمليات التفجير والاغتيالات؟ دكتور نمير، تسمعني؟ دكتور نعمة وليس أمير. نعم الدكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، عفوا دكتور، نأسف لهذا الخطأ. دكتور، يعني من المسؤول عن عمليات التفجير في محافظة ديالى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على الاستضافة، وحييكم وحيي المشاهدين كافة. أخي العزيز، طبعا لا يخفى أنه العراق 2003 لحد الآن يواجه هجمة شرسة من ميليشيات صنعت وفي مختبرات إيرانية قذرة قامت بأعمال إجرامية مشينة بعد أن كان المجتمع متماسك، ليس هنالك من أحد يشير إلى سني شيعي كردي مسيحي، وإنما كنا إخوة متحابين في وطن، نبني وطن نعيش سوا. ولكن بعد مجيء هؤلاء السلة الفاسدة الغير متعلمة، أصبح العراق مع الأسف الشديد أنه يقارن بالصومال ودولة فاشلة بعد إن كان يشار لها بالبنان. ولذلك أنه أصبح العبء الأكبر من الظلم والاضطهاد والتهجير على السنة. مع الأسف هذه هي سياسة الميليشيات الطائفية الشيعية بكل أنواعها وبكل مسمياتها، ونحن دائما وأبدا كباحثين كمحللين نرصد هذه السلوكيات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات المنفلتة من عقالها، من الأخلاق، من الدين، من الهوية الوطنية، وإنما تربطها فقط قضية الانتقام لأبناء السنة الكرام. نعم. دكتور نعمة الراوي، مرصد أفاد الحقوقي الذي وثق العديد من انتهاكات ضد المدنيين في ديالى يؤكد أن الشرطة تمتنع عن تنفيذ أكثر من 200 مذكرة اعتقال ضد متورطين معروفين بالاسم. يعني بما تفسر ذلك الإجراء السلبي من قبل قوات الأمن؟ أخي العزيز، المشكلة هي ليست بمشكلة القوى الأمنية. أنا استغرب أنه عندما البعض يشير أنه القوات الأمنية هي قوات إجرامية، حتى القوات الأمنية هي قوات دمج. يعني عندما جاء الاحتلال الأمريكي المجرم عام 2003 أدخل كل من هب ودب من الحدود الإيرانية جارة السوء، وأصبح لكل شخص معمم له مجموعة من المنفلتين من السائدين التي أصبح يتعيش على هؤلاء بقيامه بمجموعة عصائب الباطل، جماعة سرايا السلام، جماعة النجباء، أشكال من المسميات. وهم مع الأسف الشديد قبل 2003 كانوا ليس لهم قيمة في المجتمع العراقي،
ليس لهم قيمة في المجتمع العراقي، ولهذا أنه أصبحوا هم مسيطرين على القوة الأمنية، ما يسمى بالقوة الأمنية. لو حضرتك تشوف أنه نريد نقول فعلا أنه أكو قوة أمنية، الحقيقة من وجهة نظري لم يوجد هنالك قوة أمنية. طيب دكتور نعم، اللواء يؤمر من قبل شخص من الميليشيات له وجاهة وله قيمة في قيادته الميليشياوية، ولهذا يشوف أنه القوى الأمنية ليس لها أي كلمة في المجتمع العراقي. الانتهاكات الأمنية واحدة من سلسلة انتهاكات يعيشها الأهالي في ديالى، يعني قضية الانتهاكات الأمنية يعني قضية ليست جديدة. المحافظة سجلت أيضا يعني 540 إصابة جديدة بالسرطان خلال العام 2020. ما الأسباب التي جعلت المحافظة من أعلى معدلات تسجيل الإصابة بالسرطان في العراق؟ أخي الكريم، محافظة ديالى كانت محافظة مزدهرة، كانت محافظة نقية، كانت كثير من السفرات من العطل، الناس البغداديين العراقيين يذهبون لقضاء الصيف هنالك من جوها المعتدل ومن الفواكه الموجودة بها، وكانت نموذج للعيش المشترك من السنة ومن الشيعة. وللعلم كان السنة تقريبا 65% أو 70% من مجموع نفوس ديالة، لكن هل هنالك كان تفرقة بين هذا وذاك؟ أبدا أبدا. لهذا لما 2003 بعد 2003 وجاء هؤلاء الحسالات، اللي وأقولها بكل ما تعني الكلمة ولو هو مصطلح غير علمي حسالات، لكن فعلا إنه غير متعلمين، غير مدركين، غير مبالين بصحة الإنسان، ولهذا أصبحت كثير من البساتين مكبات، كثير من الأنهر توقفت عن العمل، أصبحت إيران السوء، جار السوء تغلق كثيرا من الأنهار، ولهذا أنه أصبحت الحياة في ديالى أصبحت حياة لا تطاق من قبل هؤلاء الميليشيات المعتدية على سكان المنطقة ونهب ثرواتهم والتنكيل بهم، وأصبح التعليم في آخر سلم هؤلاء البشر. أيضا دكتور نعمة، الكثير من يقرأ عمليات التهميش أيضا، يعني بالإضافة إلى ما تفضلتم، يقول أن هذه العمليات هي متعمدة، يضعها في نفس الإطار مع الانفلات الأمني الذي يرونه أيضا متعمدا. برأيك ما الدوافع وراء استمرار عمليات التهميش وإرهاب أهالي ديالى؟ الدوافع والتداعيات، ما النقطة التي يراد إيصال المحافظة إليها من خلال الاستمرار بعمليات التهميش؟ أخي، أنه أنت تعرف أنه ديالى تقع على الحدود الإيرانية، والحدود الإيرانية طبعا تعتبر ممر كلش مهم للإيرانيين، خاصة بعد العقوبات الأمريكية القاسية عليهم. لهذا أصبحت ديالى أنه يجب أن تكون ممر آمن للإيرانيين. فكيف يكون أنه مجتمع سني 65% يجب أن تفرغ هذه المحافظة العزيزة اللي هي تقريبا ربع مساحة العراق، ربع مساحة العراق يعني، وتقع في الوسط الشرقي للعراق. هذه المدينة العزيزة يجب أن تفرغ من أهل النجباء الأصليين من السنة وتهجيرهم، ويصبحون أقلية حتى تكون الفئة الشيعية أو الأقلية الشيعية هي اللي تكون متحكمة
بالطائفة السنية بعد أن كانت هي الأكثرية، وتبدأ إيران تمرر كل مشاريعها من خلال أنه تصبح أدوات منفذة لها. أصبح الآن يعني بعد أن كانت السنة هم الأغلبية الساحقة في ديالة، الأكثر يهجر ولم يسمح لهم بإعادة إلى منازلهم. إذن هناك إرادة إقليمية إيرانية تتحكم بمحافظة ديالة وهي السبب فيما تعاني. نشكرك شكرا جزيلا دكتور نعمة الراوي الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من لندن. شكرا جزيلا لك دكتور.